إله إلا الله شلوا كل شيء، لا إله إلا الله نهبوا كل شيء، لا إله إلا الله ما عد بقوا لنا شيء، لا إله إلا الله أهم شيء سيدنا وطز في كل شيء. الو، ما هو الخبر حقكم ذا؟ ما هو الخبر؟ 3 أيام اتصل على شط الشمة. مش وقت الذخيرة. لا شط الشمة أهم شيء، الشمة طز في الذخيرة، طز في أي حاجة. لا لا ولا شمة بس. أيوة نشتي شمة، تفهم عربي؟ بأكبر كميات ممكنة، لأن إحنا قد كمل آخر تبرداقة. يا أخي تفهم أنت ولا أنت؟ أقول لك مش وقت الذخيرة، وقت الشمة يا أخي. كملت؟ أقسم لك بالله العظيم إن الجنود في حالة لا يعلم بها الله، بسبب الذخيرة كملت لكن الشمة هي الآن. طيب كلمتم؟ والله كلمت الذخيرة. ها؟ الذخيرة يا أخي الشمة سهل الذخيرة. أهلاً. وش الرجل؟ أهلاً. أيننا؟ كيف أين أنت؟ أيننا؟ في الجبهة. جبهات العز. جبهة العز الله أكبر. كم جبهة؟ نفهمت كنت تدافع عن الوطن. أي حمد ذاك؟ ومن عندهم يوم؟ ومن وعيالي من بيت تصرف عليهم؟ مش وقت العيال، أنت استشهاد قلت استشهاد. سيلحقون بك. الذين امنوا احققنا بهم ذريتهم، الحقوا على طول. نزل راسك شويه. ايش الثاني؟ الله وفقكم. عيالي، امي، ابي، ما اجرم عليهم. انت قلت تشتي جاهد وتشتي ايش جاهد؟ من انتينا؟ احنا كلنا في جبهه واحده. فين؟ جاي من احنا الحين؟ تبع من؟ تبع الحوثي. الله وفقك يا ابراهيم يا يا ابن يا الله. لا عاد تخربش الاجر، لا عاد تخربش والله انك ماجور الان. انت ليش شهاده؟ شهاده ايش؟ والله انك مشروع شديد عظيم. اوه والله اني لارمح شهادتك في عيني. صدقت نفس راسك. والله اني لا اجد ريح الجنه دون نهم. دون ريح الجنه ما عاد شو اقول شيء. تشمخ الزخم. استشهد انت. لا تضرب اخاك. والله ما يجي الا الصادق والثابت. استشهد انت. استشهد. والله قد بذلت جهدي انني ابحث عن الشهاده والله ما لقيت. ماشي يا شيخ. انت شيخ؟ اي نعم. ارفع راسك 4 بلل 5 بلل والله لا تجي لك الشهاده من اول. والله ارفع. اشكرك كلنا. لكن انا مسير ولست مغير. هذا صوت. نزل راسي الله وفقك. لا يا ريت تنزل راسك. لا تنزل راسك. أنا بمشي. عندهم شيء. بمشي. الله وفقكم. لا أنا. أنت جيت الجبهة. الله. وخر. أنا ماشي لي. الجنة لمن؟ أنا ماشي. يا. سبحان الله. رب جرح حقير يدخلك الجنة. ما أنا شهيد. شهيد. ما أنا شهيد. ايش هذا حق الشهيد. هنيئا لك يا اخي، هنيئا لك. والله اني اغبطك. طيب قفل هذا النشيد. قفل يا اخي. اسمع هذا. يا الله قلت لك ما انا شهيد. هذه الاشد. يا رب جدي. يا جماعة بخير صحبوني. الله يتوفى يا اخي. بخير. هنيئا لك. سلم لي على حسين بدر. يا موسى سلم لي على الهادي والمهتدي. سلم لي على الامام احمد. سلم لي على المرتضى. الله لا شرفك ولا بقاك. سلم لي على موسى.
مالك تخلد؟ سلم لي على جدتك اسلم يا سيدي ابي رسول الله. الله 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 العوام اي حين وموقف. صح صح انا زميل بس سلم لي عليه والكل انا احبه. الله لا والسلام اسعفوني اسعفوني يا ايوه ايوه ابو حمزه ابشرك هناك شهيد ان روحه الان في عنقه والله اني لارى روحه تخرج الان من هيا الروح وانا بخير انا اسمعي رجلي ايش هذا من رجله اللي وتفني الله لا وفقكم واضحكم بركه يكفنه نعم نعم هو بذاته ما ادري الحين من الرصاص ولا منكم هذه انشودة اخرى الله الله لا اختلف قاعد ليش التقط لك صورة عشان الصور عشان الرصاص كم في السيارة عندك انشودة شهيد المزارع اي جاي الله الله كيف وقفت عند هؤلاء العيال ايش عملت خلاص 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 الحمد لله الحمد لله رجوله بدأت تبرد هيا بردت بردت خلاص خلاص هيا تبرد والله ما بردت لا لا هي باردة بس لأنك دافي ما حسيتها ياي والله أنك ذاك شهيد الحور منتظراك هذا صوت الكلاب يا الحور هذا صوت الكلاب يا عيال أنا خايف هو تبدأ بالكلاب ثم تأتي الحور تصل المكتب أنصار الله تصل لهم أيوه أيوه يرسلوا أرسلوا لنا نعم بديل ايش خلاص ارسلوا لنا بديل نعم الرجل مستشفى لا تكلم ثقيدي لا تكلم ثقيدي نعم. اسالكم بالله جيبوا مع البديل شمه شمه ايش على اساس هذا سرعه سبحان الله الخاتمه مع هذا الرجل هي الخاتمه انا بخير الف مبروك والله لحظه طول عمري اتمناها شهيد يا اخي حاول زر عشان الدم يخرج بسرعه الروح بدات تدب من اقدامك الى بطنك الى صدرك وتصل الى العنق وتخرج كما انا اللي وصلوني انصار الله قالوا في شهيد اجلس مكانه طيب خمس دقائق فعل لك لفه ورجع استشهد الان امشي خمس دقائق ورجع تخرج الروح تعال نزيف كثير يا عيبا إن قليلا نزيف مروا هذا انتو كنتو رح ورجع بعد خمس دقائق يا اخي لا تستعجي على رزقك خمس دقائق لف على بال مستشفى احنا عم نتصرف عايز تسكت على مستشفى تروح الان طريقه ابو ريان ايوه والله نقدر الاخذ جافيره ابو ريان هذا كان عنده نزيف بسيط قتل نفسه ريان ابو ريان ابو ريان ولا اصبر اصبر اتوضع ليش ادي لك طريق احسن طلع اتوضع خلاص بس بس عن طريق احسن ليش ليش طريقة ابو ريان ابو ريان قتل نفسه ريحنا وارتاح نفسه ابو ريان نعم وابو الدحداح ابو الدحداح احنا رمينا لا انا ابو ريان ابو ريان يلا ابو ريان اختار ابو ريان اعطيه ليش 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 ضروري قال انتم محرجين من ابو انصار الله ولا احنا الرجال يعني طيب بلغنا الكل انك شهيد ولصقوا الصور واعلنوا في القناه الرجل جاء مرتين يعني بالاحراج مره ارسلوا بديل وعادك عادي تعب والله تعب يا عيال خلاص والله محرجين انا بقتل نفسي ضروري شهيد ها والله هذه فكره ريحتنا عشان ما ناخذ له والله يلا ابو الدحداح ولا ابو ريان ابو ريان ابو ريان طيب ابو ريان ايوه قيل هذا حطها في القلب خيرا نخلص ولا في الفم جرحى احترم واخذك على اساس لا تتشوع طريقه ابو الجردان كيفي يلا شيخ يقتلوا لي احد جسر لو انت جيت انت واحد قد به مقعتين يلا اتفضل 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 وتجي تصل الانصار الله يجي يدوا واحد يلا 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 ادخل ادخل المشاهدين الاعزاء اهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقه جديده اللط مستباح يوحي باللطيم يا سلام اهزشت فؤادي فانتكسع حب للناس إذا ونسى ونسى والباقي قد راح الفرس فرس حتى استوهج فيه نفس فساء لا نفس نفس نعم حفظك الله
مولانا اللطم، اللطم هو عبادة، مأجور، عبادة ومأجور، وهذه جاءت في كتبنا. لا لم يرد، لم يرد هذا إلا في الشيراز، في الشيرازي والكلينكس، كلينكس كلينكس. ألطم 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 أنت محاسب، ألطم فالناقص لا يرسب، ألطم وتكلم وتحبحب، هذا ملطوم ذاك انكب. الله، هذا هو الدليل، دليل راسخ وثابت. نعم، حفظك الله مولانا. ألطموا ماذا دهاكم، ألطموا ألطموا فالحب زائل، ألطموا ألطموا ماذا دها عسى عسانا، ألطموا يا أهل المحبة ألطمونا. نعم، لا أحلى مولانا. نعم، حقويك رغد ما شاء الله، هذا من كثر اللطم. حفظك الله. الله يحفظنا جميعا. الآن اللطم، ما فائدة اللطم؟ هل تعلم أنك حين تلطم تقتل 8,878,000 كرة حمراء أو بنفسجي أيش؟ خضراء أي؟ ما هذا العدد؟ ما له 8,800,888؟ أنا قلت هكذا؟ قلت الآن. أنت تكذب، كذاب لعفك. أنت تكذب الآن. اسمع اسمع، لا لا تكذب، لا تكذب علي، لا تكذب. اسمع، أنا نفسك. لم أقول هذا. أعيد اللقطة، أعيد اللقطة، أعيد اللقطة. هم مباشر بنقول لك هذا مباشر، لا يعاد، لا يعاد هذا. أعيد اللقطة، لا يعاد، لأنه مباشر. 8,880,000 أنا قلت هكذا؟ نعم. تكذب تكذب ويكذب كاذ، هذا الكذيب المكذبة. أعيد اللقطة مباشر، ما ينفع نعيد إلا إذا هو مصمم. عيد، عيد اللقطة، نعيد اللقطة، نشوف اللقطة. هل أنا قلت هذا العدن؟ هل تعلم أنك حين تلطم تقتل 8,878,000 كرة حمراء؟ شوف فوتشوب الآن، الآن فوتشوب 8,000,000,000 فوتشوب. أعد لنا كم كم تقتل هذا؟ هل تعلم يعني ننسى الموضوع الآن كأننا إحنا من البداية. هل تعلم أنك حين تلطم تقتل 8,878,000 كرة حمراء؟ نفس صفراء، نفس خضراء، نفس الأول بنفسجي، نفس ماذا؟ ما هذا؟ ماذا تقول؟ 8,788,000. من قال هذا؟ أنت قلت الآن. كذاب لعفك، أنت تتقن الكذب والتكذيب، أنت وليس أنت ناصبي. أيش قلت؟ أنا كذاب. أنت كذاب. نعم. كرة حمراء، وهي تقتل هذه الكرة الحمراء لأنها جرثومة، والبعض يقول أنها بيضاء، وهذا غلط، العلم غير ما هو عندنا. البعض يقول أنها كرة بيضاء التي تموت، ولكنها ليست بيضاء بل حمراء. العلم خطأ، ونحن آل البيت عندنا العلم. الصواب. العلم يجب أن نأخذ جميعا بالعلم، العلم أساس الدرس، والدرس أساس الكرسة، والفرسة هم أصل الدرس إذا سع، يا ماسع يح يح يخفى سع. أحسن أحسن، أدلتك دامغة جدا مولانا. نعم، حفظك الله. ما أنواع اللطم؟ اللطم الشجري. الشجري ما صفته؟ أي يأتي من هذه الزاوية، زاوية 35، تلطم وأنت مستخفج. وأنت مستخفج. شنو مستخفج؟ أي مرتاح. نعم، بزاوية 35% وأنت مرتاح. أيوة، وهناك اللطم المتتابع، هذا ذي عاد مبتدئ، هذا الذي يريد أن يدخل الجنة بحين. هناك آخر، وهناك اللطم الذي قد إحنا تاعب، ما عاد نشتي نلطم ولا عاد إحنا في هذا الوادي قد إحنا دارين بكل شيء، وهو اللطم. لدينا اتصال، تفضل. السلام عليكم يا مدير. السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ معك أبو العز من اليمن. تفضل سؤالك. يا أنا سلمت عليك أنت بس، لأن اللي جنبك هذا ما يستاهل حتى أسلم عليه، بس أشياء أعرفه شيء
يعني احنا في اليمن لا مدارس ولا التعليم متوقف، كل شيء متوقف. بوب ساكت، اقول بوب ساكت، لو اني مكانك اني الاضم اشبه اصلا. انت المفروض انك تذهب الى الجبهة تقاتل مع سيدك عبد الملك. تتكلم عن العلم، اي علم هذا الذي تتكلم عنه؟ هذا العلم الفاشل. تذهب الى الجبهة وقاتل مع سيدك. العلم نحن آل البيت. تفضل يا أخي. السؤال الأبرز، هل هناك مثلا تنوع إيقاعات أشياء جميلة دخلت في علم اللطم، في عبادة اللطم، حتى يعني يصبح الناس يستمتع بهذه العبادة الجميلة؟ وهي هناك إيقاعات لللطم، إيقاعات عدة. فهناك الإيقاع البطيء الذي هو يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا، هذا يسمى الإيقاع البطيء. ما الدليل البطيء الذي ذكرته؟ لطمك يجيب الرأس مالي بحب وإحساس، غير أنت تيجي الرأس وهذا مكانك. حطمك يجيب الرأس، هذا هي اللطم البطيء. البطيء نعم. وهناك لطم أسرع كما ذكرنا. الطم ويلا خلي اعتمادك على الله، الطم ويلا الطم ويلا، وهذا اسرع ببسيط. وهناك اسرع، ايوه. الطميه انا الطميه انا الطم 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 جعجعين انا جعجعين انا جعجع والطم والطمي، هذا على بالذات على النساء. النساء يلطم، نعم بشكل سريع يلطم طبعا. هنا هذه الفائدة. وننتقل إلى الفائدة الرابعة والثالثة. قلت الثالثة أنا. لا لم تتهم. كذاب تكذب، عيد اللقظة. أنا قلت قلت خلاص. الفائدة السابعة وهي والخامسة والسادسة. ألا لعنة الله على الكاذبين، أنا تكلمت فيها. ما تكلمت أنت عادك في الأولى. أنا قلت ثمان فوائد. عيد اللقطة، عيد اللقطة. أنت تتقن فن الكذب والتكذيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الثامنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما أنا أقوم بإلقاء الفوائد وهذا سارع في علم الله، لا يجوز. أنها تخرج الوحدات السلبية من جسم الإنسان. الوحدات السلبية. السلبية شنو وحدتان؟ أي الوحدات اتصال ها؟ وحدات إيش؟ الوحدات الطاقة السلبية. نعم الطاقة، أنا قلت الطاقة. لا أنت قلت وحدات. كذاب تكذب. والله ما خلاص كذاب. أنا كذاب، عيد اللقطة. لا لا خلاص عيد. كذاب أستم. حول ولا قوة إلا بالله. فهناك النفس كما ذكرنا أنها سبع فوائد، وهذه الإحدى عشر. مولانا الآن نعم. عندما نتحدث عن اللطم، هل هنالك شروط يقوم بها اللاطم حتى يكون لطمه مقبول عند الله؟ شروط اللطم أن لا يكون مكره، أن يكون اختياري غير مكره. يعني هناك في إكره؟ نعم ضروري الإكره. إجباري؟ ضروري. أتبعكم هذا تجبره؟ لازم أنه تجبره جبرا هفراء كبيرة سيلف نافع أكميني هي سور فناني هي ألطم ألطم وتمسى قبل ما تلطى طيم. الله جاء في الكلينكس هذا الشرح. حافظك الله، حافظك الله وقطع. نعم. هل يجوز إجبار الناس على هذا اللط؟ لا يجوز إجبار الناس، يكون باختيار الشخص. اختيار نعم، ولا في بعض الأوقات نجبرهم. الحائض هل تلطم؟ لا إلا إذا تضرر الجنين. إذا هو سيتضرر الحائض الجنين. نعم ليس الحامل. نعم هو نفسه جاء في كتبنا في الكلينك. مولانا أنت تخلط الأمور. والله ما خلط ابن خلط إلا أنت. احترم نفسك وأعرف من تكلم. الحائض غير الحامل. الحاصل غير الحاصل، ما معك إلا الحاصل. إجابتي هذه لا تناقش، خاطئة. والله لا خلف أبوك ولا بالتلف. صحيح صحيح جدا. نعم. غير المسلمين هل يلطمون؟ نعم، لأن الحسين ليس مقرر على المسلمين فقط، فحب الحسين كما ذكر في كتبنا أنه
النصارى واليهود يحبون الحسين، جاء في كتبنا، فهم يلطمون للحسين. الأوقات الأجمل وذروة الأوقات التي محددة، هناك أوقات محددة للطم مستحبة فيها، وهي كل الأوقات، في أي وقت ألطم، في أي وقت ألطم. أنت تسهل على الناس. هذا دين، هذا لعب، والله هذا لعب. وهناك لطم الكسر الفخذ. كيف طريقة لطم الفخذ؟ أنت لطم هكذا، حفظك الله. هل أنا أقوم باللطم؟ حاول اللطم على أساس تكون اللطمة الموصلة. ويستحق أن تكون اللطمة بدون رائحة. حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله. في أمان الله. الظلم حاضر وآتي، يا لا 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 ولا أكثر واحد أنا، ولا عطوني عصاتي، قوم اقتلوا ولا انتهينا، ولا عطوني عصاتي، يا لا 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 يا لا 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 لا، ولا عطوني عصاتي، قوموا على العبد والسيف وحققوا أمنياتي، يا لا 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 فاسوقهم خارج بلدنا والريف والعاصمات، لو اشتكينا وانتو بهذا السبات، يا لا 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 يا لا 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 ولا عطوني عصاتي، قوموا اقتلوا ولا انتهينا ولا عطوني عصاتي، يا لا 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 يا لا 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 ولا عطوني عصاتي، قوموا اقتلوا ولا انتهينا ولا عطوني عصاتي، قوموا اقتلوا ولا انتهينا.
لا حلو نقود إلا بالله. ومفراغة أيوة والله انها غاغة ومفراغة والله انها غاغة ومفراغة. لا عاد نظام يمشي ولا قانون، العدل ضايع والقضاء معجون. لا عاد نظام يمشي ولا قانون، أيوة أيوة والعدل ضايع والقضاء معجون. أيوة والأمن ما بش كل شي من دون، بفضل الحوثي المجنون. غا 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 لا علم لا تعليم قد المدارس، مبنى بلا طلاب بدون حارس. لا علم لا تعليم قد المدارس، مبنى بلا طلاب وابو من شل قالوا شل، وابو من شل قالوا شل، والشعب جاوع مالكي يقول غاغا 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 غاغا.